سلام الله عليكم مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم ضمن موعدنا المتجدد والذي نطلع من خلاله على جديد الصحف المغاربية، والتي نبدأها كالعادة بالاطلاع على جديد الصحف الجزائرية، والتي نبدأ قراءتها من صحيفة الشروق اليومي. في الشروق اليومي عنوان بارز وأيضا مقال في صفحاتها الداخلية يتحدث عن أزمة البرلمان، وقالت بحجة يغيب المعارضة تقاطع والموالاة تزكي الرئيس الجديد، أزمة البرلمان النهاية، هكذا عنونت الشروق صفحتها الأولى. الدراسة أيام السبت وأمسية الثلاثاء إجبارية على الأساتذة والتلاميذ، وهو قرار سار رسميا بعد عطلة الخريف مثلما أشارت طبعا الوزارة، بعد مخاوف تقول الصحيفة مثارة من إضرابات جديدة. وستكون هناك مثلما تورد الصحيفة في صفحاتها الداخلية زيارات فجائية إلى المدارس لمعاينة مدى التزام المعلمين بالحضور، وأيضا وزارة التربية ستفتح الأرضية الرقمية لتوظيف الأساتذة في 6 نوفمبر القادم. في صحيفة البلاد نقرأ موضوعا انفردت بالإشارة إليه هذه الصحيفة، ويتعلق بالتحقيق في صرف أموال البلديات والولايات، وأن هناك تقارير دورية تقول الصحيفة كل 3 أشهر والتدقيق في تقييم الاحتياجات وتبريرها، وهذا كله تقول الصحيفة في مقالها الداخلي أن وزير الداخلية بدوي حذر من التلاعب بالإعانات الممنوحة محليا. الموالاة تنتخب بوشارب في جلسة هادئة هو العنوان والمقال الذي اختارتها أيضا صحيفة البلاد للحديث عما يتعلق بأزمة البرلمان. الموالاة تصفق والمعارضة تقاطع، هذا هو العنوان الذي اختارته صحيفة الخبر اليومي للمقال المتعلق بالتغييرات في البرلمان، وقالت أن تعيين معاذ بوشارب رئيسا للغرفة السفلى كان خلفا لبوحجة الغائب عن العملية الانتخابية. الوزير بدوي تقول صحيفة الخبر وعد برفع منحة التقاعد للحرس البلدي ولوبيات فكرية ومالية تريد الهيمنة على المساجد. تراجع كبير لأسعار النفط هو الموضوع الذي أشارت إليه وانفردت به صحيفة الخبر اليومي بعد إعلان السعودية عن زيادة الإنتاج. في المشوار السياسي وفي عنوان بارز وأيضا في إشارة إليه في صفحاتها الداخلية تعلق بنهاية أزمة البرلمان، قالت بوشارب الرجل الثالث في الدولة رسميا، وبوشارب حظي بأغلبية 320 صوتا والمعارضة تقاطع وساح ليستقيل. نواب الموالاة يؤكدون تقول الصحيفة نهاية الأزمة، نهاية أزمة البرلمان، ملخص عنوان صحيفة المشوار السياسي. في قطاع الصناعة والتصدير، كيا تدخل السوق الموريتانية وتقول تصدير السيارة الجزائرية نحو إفريقيا. في الصحف الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية نقرأ في صحيفة لوسوار دالجيري عنوان بارز أزمة البرلمان وانتخاب معاذ بوشارب والذي خلف بوحجة تقول نهاية الأزمة في البرلمان. هذه أهم ملفات الصحف الجزائرية الصادرة اليوم وما تناولت الصحافة مشاهدين في كل مكان من مواضيع. الظاهر أن هناك يعني كثير من المواضيع، ولكن أبرزها يتعلق بأزمة البرلمان وبالتحقيق في أموال البلديات. نبدأ بما يتعلق بنهاية أزمة البرلمان، وهل هي نهاية أزمة فعلا أم أنها بداية أزمة أخرى لوجود برلمان برأسين؟ ينضم إلينا من الجزائر الصحفي ومدير موقع شهاب برس الإخباري فاتح بن حمو، نرحب بك، نشكرك على تلبية الدعوة وكونك معنا. نبدأ مباشرة في الحديث عن ملفات الصحافة، كنت أذكر موضوع نهاية أزمة البرلمان، هل فعلا ما يمكن ما حصل في البرلمان فاتح بن حمو يمكن أن نسميه نهاية الأزمة؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. شكرا على الاستضافة. في الحقيقة أنه أزمة الشرعية بصفة عامة في الجزائر أزمة متجذرة منذ انقلاب 1992 إلى يومنا هذا. في كل مرة تراد أن
ينقلب على المواثيق والمعاهدات والقوانين التي سنها هذا النظام، فيفعل بكل ارتياح وبكل راحة نظرا لعدم وجود معارضة تكون له بالمرصاد. فالمسلسل الانقلابات والرفس والعفس على القوانين المسنة سواء من طرف النظام أو من كان قبله متواصل، وشكل جليا في الانقلاب على بوحجة الذي جاء به هذا النظام في بداية العهدة البرلمانية الجديدة، فتم التسويق له على أنه مجاهد وأنه كذا وكذا وكذا وكذا. يوم أن أراد أن يستبدله قام باستبداله بكل أريحية بدون مشاكل، إلا أن الصورة التي بقيت في أذهان العالم وأذهاننا وأذهان أولادنا هي صورة البرلمان مغلق بالسلاسل والكادنات. طيب بالنسبة لتقييمك فاتح بن حمو، ما وقع وما نفهمه مما كنت تقول أن ما وقع في البرلمان يعتبر تعدي على الشرعية بغض النظر على طريق انتخاب البرلمانيين التي أشار إليها الكثير فيما قبل بأنها أيضا لا تمت لشرعية الانتخابات الحرة والنزيهة بصلة، يعني ما يحدث الآن في تقييم الصحفيين والمتابعين يعتبر تجاوزا لشرعية غير موجودة. هو تفتيت المفتت والتجزيء المجزأ، يعني هو أصلا البرلمان فاقد شرعيته مخدوشة، وكل أغلب المنتسبين إليه هم نواب شكارة ونواب التزوير ونواب تزوير الذكي ونواب تزوير عدم الحضور، يعني شرعيتهم مشكوك فيها. فزاد فوق هذا كله أنه تم الانقلاب على 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 من اختاروهم بأنفسهم لعهدة نيابية كرئيس مجلس. يعني أظن أن كان الوراء من هذا هو حدث زلزال أو بلبلة أو صراع أجنحة في النظام. طيب فاتح، وصلت إلى البرلمان. فاتح، يعني هذا مثل ما قلت يعكس صراع أجنحة، ولكن دعنا نبقى على مستوى البرلمان. الآن هناك رأسان لهذا البرلمان، يعني ما يتطلب أن يكون هناك اثنين كاش، يعني ختمان، واحد عند معاذ وواحد عند بوحجة. هل يمكن أن يستمر البرلمان بهذه المسألة؟ الجزائر عاشت حتى بدون برلمان، يعني لا مشكلة لدى النظام ولا المقرر الجزائري. الجزائر عاشت بدون برلمان، عاشت بدون رئيس، عاشت بدون رؤساء بلديات، تستطيع أن تعيش بدون حكومة. النظام الجزائري هو النظام الوحيد الذي تستطيع أن تقول أنه أوتونوم، يعني بحضورك أو بغيابك وتستمر الحياة، هذا هو عنوانهم. لكن 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 الصورة التي كانت تسوق منذ مدة أو منذ 20 سنة أن نحن في إطار الشرعية وفي إطار تعددية وحرية الرأي والانتخابات والتداول على السلطة وكل ما كان يروج لنا، أصبح لا يساوي شيئا عندما ترى هيئة تشريعية مقفلة بالكادنات والسلاسل. طيب هل يمكن الوصول إلى ما يراه المتتبعون والمحللون في هذه المسألة بأن هناك طريق مسدود وأن حل البرلمان هو الحل الوحيد المتاح للسلطات من أجل إثبات على الأقل مسايرتها لما بقي من ماء وجه الشرعية؟ في الحقيقة أن البرلمان هو هيئة تشريعية. لمن يخضع هذا البرلمان؟ هل يخضع للسلطة التنفيذية؟ عجبا أن تكون السلطة التشريعية تخضع للسلطة التنفيذية. من المفروض أن العكس، من المفروض أن هناك مجلس دستوري يفصل في الأمور الذي هو غائب تماما، لم يدلي بدوه في العك الدستوري أو العك القانوني الذي حدث في البرلمان وشرح المواد على أي تفصيل. أما حل البرلمان أظن أنه سيكون متاحا إذا أراد صاحب صانع القرار أن يؤخر الانتخابات الرئاسية أو أن يضيف للعهدة الرابعة سنتين
أخريتين. طيب، يتحدث في سياق آخر الإعلام اليوم وتتحدث الصحافة وتشير إلى أن هناك يعني مباشرة تحقيقات فيما يتعلق بصرف أموال الولايات والبلديات، ووزير الداخلية نور الدين بدوي يحذر ويطالب بتقارير كل 3 أشهر. هل يمكن الحديث عن هذا الأمر ونحن نعرف أن حتى وإن جاء وبمتابعة حقيقية فإنه سوف يكون متأخرا كثيرا؟ أظن أن تجاوز كل المسؤولين الذين سواء ثبت تجاوزهم أو ذكروا في الصحافة أو في التحقيقات الاستقصائية يكون سببه الوحيد هو أنهم أمنوا أن لا يعاقبوا. فغياب سلطة العقاب في الجزائر هو من جعل كل مسؤول مهما كان كبير أو صغير يتجرأ على أموال الشعب فيأخذها يمينا وشمالا وبكل الطرق المتاحة والغير متاحة. أظن أنه هو شيء جيد أن تكون هناك تقارير ويكون فيه عقاب، لكن أظن أننا متأخرين، لأن الفرصة الذهبية التي أتيحت للجزائر لأن تنطلق يوم كانت الوفرة المادية كان في حينها يمكن أن تكون يد القانون ويد السلطة تبطش بكل من يمس الأموال حتى ننطلق للأمام، لكن ضاعت علينا الفرصة وأضاعها علينا المسؤولون، ولذلك أظن أن الخطوة متأخرة، لكن مهما كانت متأخرة إذا ثبت أنها صحيحة فهي يجب أن تثمن، ولكن مثل ما يقال ننتظر الأيام القادمة حتى تكذب الادعاءات أو تصدقها. طيب، هل ستكون هناك انتقائية مثل ما ملاحظ في كثير من المسائل وفي كثير من المرات في متابعة هذه التحقيقات؟ فهناك دائما آخرون لا تشملهم هذه التحقيقات. من صفات النظام الشمولي الغير تعددي الذي ليست فيه سلطة رابعة ناجحة، يعني إعلام يضغط، من صفاته أن يمارس تحقيقات بانتقائية نظرا لسلطة البعض وتوغل البعض ووجود معارف وما شابه إلى ذلك تجعل بعض المسؤولين في منأى عن ذلك، ولكن لا يمكن احتقار الخطوة مهما كانت، لأن شيء من هذا القبيل كلما اكتسبنا منه شيء إلا وزاد تحفيزا للخيرين في البلاد بأن يسعوا في ذلك. لكن هناك نقطة يجب أن نتحدث عليها وهي الوضع الذي تعيشه الصحافة والإعلام بصفة عامة، حيث لا يمكنون من المعلومة ولا يمكنون من مزاولة الاستقصاء. ضف على ذلك سجن الصحفيين في يوم الوطني للصحافة، مع أن رئيس الجمهورية قال أن الصحفيين في حماية الله والقانون والوطن. شكرا جزيلا صحفي ومدير موقع شهاب براس الإخباري فاتح بن حمو على مشاركتك في مناقشة ملفات الصحافة الجزائرية الصادرة اليوم، وندعوك مع مشاهدينا للاطلاع أيضا على جديد الصحف التونسية وما جاءت به من أخبار مع مراسلنا من تونس غفران الحسيني. مرحبا غفران. مرحبا زميلي عبد السميع، تحية إليك وإلى كافة السادة المشاهدين. بالخبز سنبدأ جولتنا في الصحف التونسية صادرة اليوم من خلال صحيفة الشروق تحت عنوان خبزنا مصدر أمراض، حيث كتبت الصحيفة مستهلة الحديث عن الطاولة التونسية والطعام الذي يكون مرفوقا دائما بعادة تناول الخبز مع باقي الأكلات التي تعدها ربات البيوت. تونس التي كانت تسمى مطمورة رومة اشتهرت بقمحها الصلب الغني بالألياف، لكن هذا الوضع لم يعد إلا ذكرى بعد توجه الدولة نحو الاعتماد على نوعيات أخرى من القمح المستوردة التي توفر مردودية أعلى للمزارعين على حساب الجودة. ومن الطبيعي أن تتأثر جودة الخبز، وقد تناولت الصحيفة جملة المخاطر التي يضطر أصحاب المخابز إلى الترفيع في نسبة الملح، وهو ما يشكل خطرا آخر على صحة المستهلك، فكمية الملح التي يتم اعتمادها عند تصنيع الخبز في تونس تعد الأعلى في منطقة البحر الأبيض
متوسط وأن 40% هي نسبة التخفيض من الأملاح في سائر الخبز العادي. ويوجد في تونس حجم تبذير كبير جدا في تناول الخبز وصل إلى 100 مليون دينار مع وجود 1200 مخبزة عشوائية وضعف الرقابة وأيضا عدة مشاكل أخرى باتت تجعل من الخبز مصدرا للأمراض. ف 63% من التونسيين لا يطالبون بباقي النقود مثلا عند شراء الخبز رغم أن هذا الخبز الذي يتم تناوله عفوا بنهم شديد بات مصدرا للأمراض مع مستوى استهلاكي مرتفع جدا. نتحول الآن إلى صحيفة الصباح وننتقل إلى المواضيع السياسية. الهاروني يؤكد نهاية الصراع الإيديولوجي ومشروع تونس يفند. التوافق مع النهضة صفقة مغرية لكنها محرجة، حيث تابعت الصحيفة الخطوة المباغتة التي أعلن خلالها رئيس مجلس الشورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني أن الصراع الإيديولوجي مع حركة النهضة وحزب مشروع تونس انتهى، مؤكدا أنه التقى مرتين بالأمين العام محسن مرزوق وأن حزبي النهضة ومشروع تونس توافق على الاختلاف داخل الدستور وليس خارجه. لم يفوت الهاروني الفرصة للتأكيد على نفس التصريح على أن تكون ضد النهضة، فإن ذلك لا يصلح لأن يكون برنامجا سياسيا لا للمعارضة ولا للحكم، وأن من يتبنى هذا البرنامج سيخسر الانتخابات ويهمش نفسه بالتأكيد على حد تعبيره الهاروني. اعتبرت الصحيفة أن هذه صفقة مغرية تتنزل في مصلحة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليحشد حوله أكبر عدد من الداعمين والنواب لتمرير قانون المالية وأيضا للتحوير الحكومي المرتقب. نختم جولتنا بصحيفة المغرب. معركة الوسط تحتد وتشتد. كتبت الصحيفة أنه مع مرور كل يوم تحتد معركة الوسط وتتشدد. هذه المعركة التي قسمت السلطة التنفيذية إلى معسكرين متقابلين، معسكر رئاسة الجمهورية ومعسكر رئاسة الحكومة من جهة أخرى، وربما أن كل يوم يمر يقربنا من الموعد التراجيدي للحسم. هذه المعركة محكوم عليها بازدياد حدتها وأيضا شدتها وتنوع رسائلها ومساحاتها بين القصبة وقرطاج من أجل التموقع في الوسط، وستكون خاتمة هذا الصراع المرور عبر البرلمان وتقديم التحوير الحكومي الذي سيحسم نيابيا الصراع بين القصبة وقرطاج. هذا زميلي عبد السميع تقريبا أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت هذا اليوم. شكرا غفران الحسيني. نطلع أيضا على جديد الصحف الفرنسية الصادرة اليوم. في مستهلها نقرأ صحيفة لوموند التي اهتمت بشأن اقتصادي فرنسي يتعلق بالصناعات الثقيلة وقالت لماذا تواصل فرنسا تضييع الوظائف الصناعية. تقول صحيفة لوموند يهدد مصنع الحديد والصلب إسكوفال بالغلق نتيجة عدم الاتفاق مع الموزع، وهذا رغم تدخل الحكومة، وأن النهاية المعلنة لهذا الموقع الذي يوظف 281 عاملا تضاف إلى الصعوبات التي تواجه الدولة في مسألة الحفاظ على هذا القطاع الحساس في التنمية. وبعد استفاقة صغيرة تقول الصحيفة تعود هذه الصناعات لتفقد الوظائف بسبب نقص التنافسية، رغم أن صناعات أخرى في ذات السياق عرفت بعض التقدم وبعض الاستفاقة في السنوات الأخيرة. هذا ما لدينا فيما يتعلق بالصحف الفرنسية الصادرة اليوم، وطبعا ستغيب قراءة الصحف المغربية اليوم، ولم يبقى إذن أمامنا إلا أن نستعرض فقرة الكاريكاتير. We'll be right back.
شكرا مشاهدينا في كل مكان على المتابعة وإلى اللقاء.